ونستنى فيك يا العمر وقتاش تجي وقتاش تشدي يا العمر داك الكونجي واش راكي حاسه بيا انا شراني ندير وبلا بك ما يجيني نعس وراه قتلني الصغير ونستنى فيك يا العمر وقتاش تجي وقتاش تشدي يا العمر داك الكونجي واش راكي حاسه بيا انا شراني ندير بلا بك ما يجيني نعس وراه قتلني الصغير وناري ناري 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 خدوها ليا وزوجوها للبراني وناري ناري 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 خدوها مني وخلوني نتحرق في ناري. السلام عليكم، معكم ولد نجمة اللي كيعرفوه كاع المغاربة بصاحب الأصوات النسائية المسلسلات التركية المدبلجة ومقلد الأصوات. اليوم غادي يكون يوم جديد في حياتي اللي كنوعد الناس بواحد الأغنية أو لك أو كليب أغنية من كلمات وألحان ديالي، غادي تكون سميتها المحسادة، تكون شعبية عصرية مغربية بوب اللي كنتمنى تنال إعجاب المغاربة. كيف جاتني الفكرة هو أنه بزاف الناس اللي شجعوني على الموهبة ديالي ديال الغناء كيقولوا لي علاش ما ديرش لنا شي أغنية، نسمع شي أغنية من الكلمات والألحان ديالك اللي كتكتب. وصافي فكرت من بعد ما كافحت باش نقدر نسجل أول كليب عندي. الأغنية ديال المحسادة كنوصل ميساج للناس اللي كيحسدوا اللي حاسدني واللي كانوا حاسديني، يعني اللي كيكونوا معاك كيكونوا معاك في الأول مزيانين وكيبينوا لك أنهم يعني كينافقوك نفاق. كاين بزاف محسادة، كاين بزاف شخصيا يعني كنعرفهم شخصيا. اجواء التصوير فان دو تورناج يعني داز داكشي زوين بزاف. سجلنا في استوديو الراوي اللي كنقدم ليه واحد التحيه كبيره اللي صراحه كافح معايا باش انه قدرت انه نسجل هذه الاغنيه. الصديق اللي كان في التصوير ديال هذا الكليب ولقطات لهذا الكليب عبديل اللي تا هو رابور، وصديق اللي معنا في ليكيب يونس وفي المونتاج اللي غائب لنا اشرف. انا عندي يقين انه غادي تحقق واحد النجاح لانه فيها ميساج زوين وفيها كلمات زوينين ونقيه يعني، وكنتمنى انه تنال اعجاب المغاربه. زعما نجيب شي بنت ان شاء الله بالنسبه للكليب، يعني نجيب شي بنت انه تكون البطله ديال الكليب. كنواعد يعني كنواعد المتتبعين والجمهور انه يقدر يكون هذا الشيء في الكليب الثاني ان شاء الله، في اغنيه ان شاء الله تكون احسن من هذه الا نجح هذا الكليب بحول الله. وكويتني ويا قلبي وناري على الزيانية يا ويلي 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 وزينة وابني واش الحت ذويب العربية يا ويلي 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 وزينها وزين غزال وسكنة في الجبال بين خنيفرة وبني ملال تيرارارارا وبين خنيفرة وبني ملال وبني ملال. كنشوف انه كلشي ولا غير الادسنس، يعني الادسنس كلشي باغي غير الادسنس على قبل الادسنس، يعني كاين اللي ما عندوش كاع الصوت كيخرج كليب ويضرب ليه المليون مشاهدة بحال نعيمة البدوية بحال هذيك هويا مستار. ما بقيت فاهم والو، انا صوتي احسن من هويا مستار. هويا مستار راه كيقادو ليها غير لوطوشين، انا صوت طبيعي وصوت فنان. اللي كان ما نأيدو نفس فنانة كبار حاتم عمور، والفنان اللي كنبغي الاغاني ديالو، يعني كان من عشاق الاغاني ديالو من عشاق الستيل ديالو زكريا الغفولي. زكريا غفولي انت فنان وبنعمة الكلمه، يعني
مبدع مبدع كبير فنان كبير. وان شاء الله الى وصلت لداكشي اللي وصلتي ليه علاش لا نقدر ندير معاك شي ديو يكون ناجح. جالس عند الحافه مقابل الدفا نستنى غير شوفه منك تطفي العوافي تي الزين والعفا والسر عندك وفا ونعهدك على الوفا باغي عندي نديك وندير اللي يرضيك اركم تريغ بهرة بهرة هبلتيني دهرة دهرة هركم تريغ بهرة بهرة هبلتيني دهرة دهرة. اللي بغيت نقول الناس انه البرومو او تيزر ديال هاد الاغنية او الكليب اللي حضرتي الكواليس ديالو غادي يكون في القناة الرسمية ديالي ولد نجمة. والكليب ان شاء الله غادي يكون بين يديكم النهار الاثنين غتسمعوا الاغنية والكليب في العشية في القناة الرسمية ديالي. ومرحبا بكم وشكرا بزاف الناس اللي غادي يتبعوا اللي غيسمعوا الاغنية ديالي والكليب ديالي وكنتمنى ينال اعجابهم واكيد غادي يعجبهم. طاحوا من عيني دمعات تمن لموي ما بكات لا الوقت هكا بغات غير نمحي الذكريات ما مشيتو تفرقتونا ضنيتو صافي ربحتونا عيشتونا حياة مغبونة خلونا عليكم خلونا ونستنى فيك ويا العمر وقتاش تجي وقتاش تشدي يا العمر داك الكونجي واش راكي حاسه بيا انا شراني ندير وبلا بك ما يجيني نعس وراه قتلني الصغير ونستنى فيك ويا العمر وقتاش تجي وقتاش تشدي يا العمر داك الكونجي واش راكي حاسه بيا انا شراني ندير وبلا بك ما يجيني نعس وراه قتلني الصغير وناري ناري 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 خدوها ليا وزوجوها للبراني وناري ناري 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 خدوها مني وخلوني نتحرق في ناري. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.